اعتقد ان الاطار التسويقي الان يمتلك فرصه كبيره. اختلف جزء مع التقرير اللي حضرتك وضحته قبل قليل حول انه هل الاطار التسويقي قد يفقد فرصه الاخيره بان يكون له هو صاحب القرار او هو صاحب معارضه القرار في المرحله المقبله. اختلف وياك في هذا الجانب على اعتبار انه السيد السوداني جاء نتيجه توافق الاحزاب المنضويه داخل الاطار التنسيقي، وهي اللي ذهبت بعد ان رشحت اكثر من اسم يتولي منصب رئيس الوزراء، وتم الاختيار او الاتفاق على السيد محمد الشيع السوداني للمضي بهذه الحكومه. وكان منذ اليوم الاول ان ائتلاف اداره الدوله وكذلك الاطار التنسيقي والاحزاب المنضويه داخل هذا الاطار أعلنت بشكل واضح أن هذه الحكومة هي حكومة خدمة وطنية، وبالتالي تحاول أن تصحح مسار العملية. طيب نحن نتحدث عن المرحلة المقبلة أستاذ الشماري. نعم إذا أريد نتكلم عفواً إذا أريد نتكلم عن الفترة المقبلة، أعتقد الفترة المقبلة هي فترة مؤثرة إلى الآن. هل إنه الإطار التنسيقي سوف يذهب بدعم محمد الشيع السوداني لتوليه ولاية ثانية، أم هل السيد محمد الشيع السوداني سوف ينقلب على الإطار وبالتالي قد يشارك في الانتخابات بتحالف أو حتى بحزب تيار الفراتين ويحاول أن يحصد بعض المقاعد النيابية من حصة المكون الشيعي؟ أنا أتحدث لك عن معلومات موثقة من قبل السيد محمد الشيع السوداني في الأيام الأولى لتوليه من الحكومة. جميع يعلم أنه كانت لدينا علاقة طيبة تربطنا مع السيد محمد الشيع السوداني، وفي أحد الجلسات تحدث بالنص قال أنني لا أملك مشروع أو المشروع الذي سوف أدعمه وأدافع عنه هو مشروع الإطار التنسيقي. طيب وبالتالي إلى الآن جميع المرات تشير إلى أن السيد محمد الشيع